كابتن، ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ طبعا وانا بوجه رساله للحاج عامر حسين، رئيس لجنه المسابقات وعضو اتحاد الكره المصري. حاج عامر، حضرتك صرحت وقلت ان الحكم المباراه مراقب لجنه الحكام، مراقب المباراه، بصوا ثلاثه حكام المباراه، مراقب الحكام، مراقب المباراة، لم ما كتبوش حاجة في تقريره. ايوه تمام، ما كتبوش حاجة في تقريره. طيب اللي حصل ده من كهربا يا كابتن جوه الملعب ولا بره الملعب؟ بره الملعب، لا، اللي حصل للكهربا جوه جوه الاستاد، جوه الاستاد، محيط الملعب، جوه الاستاد. جوه الاستاد، تمام، محيط الملعب. اللي حصل ده غناء مع 6000 ولا غناء لوحده؟ يعني 5 6000، لا، حصل مع ناس كتير جدا، 10000، ال كتير. 20000 اللي كانوا حاضرين ماتش اقول 10 نهائي بيراميدز، صح؟ مش 10 كان نهائي بيراميدز؟ 10 كان، سوري، ماتش الاهلي والزمالك، صح؟ عشرة هنقول 10، تمام؟ نقول 6، تمام؟ ست هنا السؤال، الحاج عامر تصريحه يدينه. ليه يا كابتن؟ ليه؟ لأن حضرتك إما بتتأكد كرئيس لجنة مسابقات إن هذا حدث جوه الملعب، فلقيت المراقب بتاعك ما كتبش حاجة، اللي جاي يراقب. لقيت مراقب الحكام ما كتبش حاجة، اللي جاي يراقب. لقيت طاقم التحكيم، حكم رابع وطاقم التحكيم كله ما كتبوش حاجة، اللي جايين يراقبوا ما كتبوش حاجة. طيب اللي حصل ده مع 6000 جوه الملعب، طب المراقب اللي جاي يراقب بيراقب مين؟ لا، مراقب الحكام ممنوع مراقب المباراة يخرج من الملعب إلا بعد خروج الجميع، صح، والنور يطفي. اذا المراقب جاي بيهزر، مراقب الحكام وكلهم مصريين، لانه ولا كان اجنبي ساعتها؟ طاقم لا التحكيم لا، كان كان اجنبي، اجنبي كان اجنبي ساعتها، بس تمام؟ مراقب المباراة ما كانش كان اجنبي، مصري، كان مصري. ومراقب الحكام مصري، ايوه تمام؟ دول يا كابتن، والحكام الموجودين مش هيفهموا عقده صح وصح وحركات الايد والحاجات دي، لكن للاسف للاسف احنا بنجيب مراقبين مجاملات، بنجيب مراقبين. اقسم بالله يا كابتن، في مراقب اهو، انا بقول اهو، من كفر الشيخ اهو، اهلاوي غير طبيعي، وحلف بالله لو وقف امام عاشور ماتش الزمالك والمصري، كان امام عاشور مش عارف كرة كده، راح متخانق ولا واخد انذار ولا اي حاجة، طلع راحوا متخانقين معاه، زقوه، قال لك اصل هم قال لهم انتوا هتنزلوا درجة تانية، فاهم؟ راح وقفوا الماتش اللي بعديه بقرار من مراقب اهلاوي، هو اللي جاب طارق سليمان الاهلي من كفر الشيخ، من الحمول، من عند الاستاذ احمد مجاهد. اقسم بالله يا كابتن، مراقبين اهلاويه، مراقبين منتمين لانديه، اقسم بالله يا كابتن، ما بيكتبوا حاجه، بيروحوا يتفرجوا زي زيك، ويجي الحاج عامر حسين يقول لك اصل المراقب ما كتبش حاجه ومراقب المباراه ما كتبش حاجه. طب وانتوا جايين تراقبوا مين؟ يعني الناس دي ما شافتش ازاي؟ انا جاي ضميري ومهنيتي يا كابتن، انا جاي اقعد الملعب اهو، انا قاعد شفت كهربا راح فين، الجمهور بيشتم كهربا معاه، ما اعرفش ايه، اكتب 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 اكتب، لكن اما ما يكتبش خلاص ده على طول يصرح الحاج عامر حسين بعد ما شاهد كهربا داخل الملعب، ما اعرفش ايه، ولقيت ان رائد مباراه مراقب الحكم لم يكتب في تقرير، وهذا فهذا يدين المراقب، وهذا يدين مراقب التحكيم، وهذا لم يقوموا بعملهم، وان هم رايحين يراقبوا، وان هم ما كتبوش، وده يحولوا للتحقيق، لماذا لم تكتب في تقريرك ما حدث داخل الملعب؟ هو ده القانون يا جماعه ولا انا غلطان يا كابتن؟ لا لا، مش غلطان. هو ده، ما انت بقول لك، هو الحكم اما بيجي يحكم، بيجي الماتش عشان يعمل ايه؟ مش عشان يحكم كل لعبه، بالظبط. يقول لك اصل انا كنت مش زاويه الرؤيه مش شايفها، اصل في انا كنت فار، بعيد شويه، في بس فار، انا بس قبل الفار، فيقول لك اصل انا كنت بعيد شويه. انت شغلتك الساعه ونص، فالمراقب شغلته كده. ده ساعات ازازه الميه اللي جنب المرمى، المراقب يقول له حطها ورا الجول عشان ما تخيلش المهاجم، وهي وتخيل اللايمان الى المساعد الحكم، وتخيل الحكم انها في حاجه بتلمع جنب يعني بص، بيبص لكل الملعب كله، اقفل هنا، الباب ده مفتوح ليه، لازم تنزلوا الساعه كذا، هو اللي بيقول لا ابتدي، مراقب كل حاجه لغايه اخر واحد ما يمشي. ما هو كان مشغول ان هو يغير اللوائح وهو قاعد، مش عشان يكتب التقرير. تقرير ماتش خلص والاهلي كسب ومفيش مشكله عندي، هو كان مشغول بكده، ان اهم حاجه فرحان
الاهلي كسب وخلاص، مش مشكله بقى ده يشتم ده. يا ريتني كنت قبل الهوا كنت قلت الحازم او المخرج مش عارف مين بالظبط يحضر لعبه امام عاشور في الجونه اما اتضرب ضربه جزاء وخد انذار ان هو مثل سيمينيشن، وبعدين اما جاب جول وفرح وراح ايه راح السور وقع، السور هو اللي وقع مش هو اللي وقعه. اقول لك كام لعيب راح للجمهور، هو كهربا راح للجمهور ولا راح لمين وما خدش انذار؟ خد انذار ألف خد انذار؟ لا خدش. امام عاشور راح يفرح راح واخد الانذار الثاني ليه؟ كان الزمالك قرب بالدوري لا اترد بقى احسن واحد عندهم ده كان كابتن امين عمر تقريبا مش عارف مين، بس انا ما اعرفش مين الحكام، بس انا عايز اقول لك ان كل حاجه على الزمالك بتتنفذ. يعني ده واحد يا ريت يا ريت تجيبوا لي هنجيبها دلوقتي، وامام عاشور في اول لعبه وهو بيتضرب وقع وخد انذار، يعني اتضرب ووقع، ما المفروض يتضرب ويقف عشان ما ياخدش انذار، خلي بالك هنجيبها هنجيبها. وبعدين اما فرح خد انذار ثاني عشان يطرد، يا عم ده فرح جاب جول واساسا السور هو في واحد بيعمل بيطلع كده السور يقع السور وقع هو يعني ايه هو هرقل هرقل لا بس تمام. عشان نادي الزمالك طيب على العموم.